محافظو صلاح الدين وكالة إسماعيل الهلوب يرسم أولوية جديدة للإعمار في بيجي، ويرأس اجتماعا للجنة العليا لمتابعة تهيئة الأراضي السكنية، ويتفق مع السلطة القضائية على شراكة مستقبلية. المواطنون يشكون فرض جبايات كبيرة على جسر الفتحة، ويحذرون من خفض حصص المولدات الأهلية من الوقود مع بداية الصيف. التفاهمات السياسية على صفيح ساخن من العناد داخل البيت الشيعي، وتمرير قانون الأمن الغذائي قد تؤجله احتجاجات العاطلين عن العمل. والحلبوسي يبحث مع سفيرة الأمريكية الركائز الأساسية في التعاون، والأحزاب الكردية تتفق على أولويات شراكة جديدة في أربيل وبغداد.